السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم شو عاملين ايه؟ ربكم بخير يا رب. هنكمل بإذن الله الشابتر 17 الجينيريكس أو اللامدا والستريمز جافا 8 شابتر 17 في كتاب جافا بروجرام. الشابتر اللي فات أو الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه على شوية الكونسبتس أو الكور كونسبتس، يعني ايه ستريمينج، ليه بستخدم الستريمينج، ايه هو البروسيسنج، يعني ايه البايب لاين ستريم، يعني الانتر ستريم والستريم اوف سترينج، ستريم اوف دبل، ستريم اوف انجرز، الكلام ده كله زي ما احنا متعودين ان احنا هنطبق في الفيديو الثاني على طول على الحاجات دي كلها. تمام، طب خلينا ناخد كده اول اكزامبل معانا وهو هنا الانت ستريمز. اوكي، اول حاجه انا عندي هنا الري اوف فاليوز، مفيش فيها اي حاجه مختلفه خالص. الري سوري الري اوف انجرز، هنا اول حاجه بقول والله هي انت ستريم دوت اوف الفاليوز دوت فور ايتش الفاليو والسيزن دوت برينت فاينلي الفاليو. طيب تعالى بقى نبص على الكود واحده واحده كده. الانت ستريم الاول هو ايه؟ هو انترفيس بيكستند البيز ستريم، تمام كده؟ هو جينيريك بياخد انجر بياخد حاجه اسمها انت ستريم. الانت ستريم في ميثود اسمها الفلتر، وفي ميثود اللي هي اسمها الماب، وفي اللي هو الماب تو اوبجكت. طبعا انت لو شفت الفيديو اللي فات هتعرف ان كل الميثود ديت تعتبر احنا قلناها في الفيديو اللي فات يعني. في فانكشن اسمها distinct، هتلاقيهم كلهم بيرجعوا انت ستريم، تمام؟ يعني هم كلهم بيرجعوا يعني الريتيرن فاير بتاعهم هو عباره عن انت ستريم. زي ما احنا قلنا ان كل الفانكشن بتبروديوس او اي فانكشن موجوده على الستريم بتبروديوس نيو ستريم. اوكي، طيب تعالى كده نشوف الاكستند بيز ستريم. الانترفيس تاني بيز ستريم بيكستند البيز ستريم برضو نفس الفكره، وبعد كده بيكستند حاجه اسمها الاوتو كلوزابل انترفيس. طبعا انت عارف بقى ايه هو الاوتو كلوزابل انترفيس، المفروض تكون انت يعني قلنا الكلام ده كتير قبل كده طبعا، اللي هو الانترفيس اللي فيه امبلمنت او فيه فانكشن اسمها كلوز، اللي هي بتعمل لها كلوز لما يعني بتعمل لها اوتو كلوز لو انا بزودها في الشاي ويز ريسورسز في الكلاي والكاش ستيتمنت يعني. طيب البيز ستريم نفسه ده البيرنت كلاس بتاعنا اللي هو المفروض بيكستند منه الانترفيسز اللي هي الانت ستريم والدبل ستريم والكلام ده كله. طيب خلينا كده نبص على الفانكشن اوف، يعني خلينا نسيرش هنا كده على الفانكشن اسمها اوف. وطبعا في ميثودز كتير بس خلينا مثلا نقول كده اوف بالشكل ده كده. الاكشن البيك ممكن مثلا previous next. تمام، الفانكشن اوف هي هنا دي ستاتيك ميثود، تمام كده. ستريم سبورت دوت انت ستريم، تمام، دوت نيو ستريمز دوت نيو انت ستريم او انت ستريم بيلدر جديد، بيبعت لها الدي اللي هو الانتجر اللي انت المفروض بعته. ده لو انت عايز مثلا تعمل ستريم اوف 1 فاليو. الستريم الثاني بيعمل طبعا اللي هي الاري ارجيومنت ليست، ودي نفس الفكره بالنسبه لك، بتبعت لها انجر فاليوز عاديه خالص. طيب في الامبلمنتيشن بتاع الانت ستريم اللي هو الانترفيس ده بينادي على الاريز، اريز كلاس اللي هو اليوتيلتي كلاس دوت ستريم اوف فاليوز، ده اللي هنشوفه قدام بعد كده يعني. فهو جاست ان هو ممكن تقول ان هو الرابر بيستخدم ليه الانت فاليوز، لكن هو ان ديتيلز او في الامبلمنتيشن بتاعه بيعمل ايه بالظبط؟ بيعمل نفس الفكره اللي هو بينادي على الستريم اللي موجوده جوه الاريز وهنوصل لها قدام. فدي اول حاجه بتقول لك دوت اوف، الاوف ميثود بتاخد الفاليو بتاعت الاري دوت فور ايتش، وهنا بتعمل لامدا اكسبريشن. الفور ايتش ميثود هنا ايه اللي بياخده فيها؟ الفور ايتش بتاخد حاجه اسمها الانت كونسيومر، وده الفانكشنال انترفيس. الانت كونسيومر اللي هو الانترفيس هنا عنده ميثود اسمها اكسبت، ودي الميثود الوحيده اللي هي ايه بالظبط؟ اللي هي بتبقى عباره عن ابستراكت ميثود، وباقي الميثودز هنا ديفولت ميثود، يعني ما فيش فيها حاجه خالص. اند ذن دي ممكن تبقى تشوفها بعدين، لكن الاكسبت ميثود هنا هي اللي موجوده معانا. وطبعا الانوتيشن بتاعنا هنا هو الفانكشنال انترفيس. بص هنا الفكره بتاعتنا هنا بتقول لك ايه، performs او الميثود بتاعتنا بتعمل حاجه ظريفه جدا، بيبرفورم this operation on the given argument، يعني بتاكسبت اسم الاكسبت. طبعا انت بتمبلمنت زي ما انت عايز on the given argument. الارجيومنت اللي انت بعته لها هنا طبعا في حالتنا هو int value، لانك هنا شغال مع الانت consumer interface، وعندنا بشكل عام consumer interface عادي لكن هنا اسمه انت consumer interface. يبقى ال for each بتاخد انت consumer اللي هو object او variable من النوع انت consumer interface، وطبعا بيتعمل لها implement بيتعمل implement ليها على طول، يعني اللي هو بالشكل اللي انت شايفه اللي هو طبعا اللامدا expression بتاعتها.
الفاليو هنا دي طبعا دي اول ديكليريشن ليها، ممكن نسميها اي حاجه خالص انت عايزها، حتى لو سميتها اكس واي زي ايا كان. وهنا الفانكشن بتاعتنا المفروض ده الامبلمنتيشن بتاعها. خليني اقول لك ان انا ممكن اعمل كده، ممكن اكلوز الحاجات ديت ان برنسيز، لكن هضطر ان انا اعمل هنا سيمي كولون كده، هيرن الكود زي ما هو بالظبط، مفيش اي حاجه هتختلف خالص، زي نفس بالظبط زي الفكره. ممكن برضه اعمل هنا كده كمان اللي هي برنسيز، زي ما احنا اتفقنا ان دي بتبقى البارامتر بتاعتي، صح كده؟ وده الايه، وده البادي او البادي الكود او الامبلمنتيشن بتاع الميثود نفسها. لو خدت بالك هنا ما كتبتش ايه، ما كتبتش اند. ليه ما كتبتش اند؟ لان هنا في الامت ستريم هو باي ديفولت في الامت ستريم كونسيومر هنا هو مستني امت فاليو اصلا. فانا زي ما احنا اتفقنا ان اللامدا اكسبريشن التارجت تايب بتاعها هو التارجت انترفيس، تمام كده؟ فانا هنا ممكن برضو اقول والله انت ما فيش مشكله خالص، هتشتغل ما فيش اي حاجه تماما يعني. لكن ممكن اوميت ده، لان هو كده كده هو التارجت بتاعه او الكومبايلر بيمبلمنت على طول الميثود اللي هي اصلا بتاخد ايه؟ بتاخد انتجر فاليو. طب خلينا بقى نمسح الكلام ده كده، انا بس بحاول افهمك بالظبط احنا يعني بنشتغل ازاي. نمسح برضو الاوف الماتشنج بتاع هنا. طيب تاني حاجه هنا ممكن بس يعني نحط شويه سبيسز كده عشان تبص شويه على الكود. سوري. هنا برضو بالشكل ده كده بس، والباقي ده كله بقى يعني هو اصلا معمول له بشكل عادي. تعالوا ناخد كده اول حاجه عندنا هنا خالص. اول حاجه عندنا زي ما قلنا اول فور ايتش بيطبع، مفيش فيه اي حاجه تماما، تمام كده؟ بياخد انت ستريم فاليو اوف، بيطبع عادي خالص. تاني حاجه الانت ستريم عندنا فاليوز دوت كاونت، الكاونت هنا بتترن ايه؟ لو خدت بالك هي بتترن لونج عادي خالص، فاليو بتترن لونج، هي برضه ابستراكت ميثود موجوده جوه الانت ستريم عندنا، تمام؟ بتترن على طول بتترن على طول اللونج بتاعنا، بتجيب على طول الكاونت بتاعنا هنا. تاني حاجه هو انت ستريم دوت مينيمم دوت جيت از انت. ليه جيت از انت؟ المينيمم هنا بتترن حاجه ظريفه جدا، حاجه بنسميها الاوبشنال انت. الاوبشنال ده بيبقى عباره عن هو المفروض اصلا كلاس اسمه اوبشنال، اوبشنال كلاس. احيانا في التيرمينال اوبريشن، احيانا في التيرمينال اوبريشن او ايا كان، حتى الانترميديت اوبريشن، وانت بتجيب فاليوز معينه من الستريم، احيانا ما بيكونش ليها ريزلتس. ليه احيانا ما بيكونش ليها ريزلتس؟ سيبك من المينيمم والماكس، لان اكيد هيبقى في مينيمم وماكس فاليو. لكن نفترض مثلا، نفترض ان انت مثلا بتعمل وليكن ريدكشن ميثود، مثلا بتعمل ريدوس ميثود زي اللي هنشوفها تحت هنا مثلا كده، او حتى بتعمل افريج ميثود، بس بتعمل افريج ميثود مثلا على اري فاضي، تمام؟ فاللي هو ما فيش اصلا افريج، يعني انت لو اري مثلا فاضي زيرو اليمنتس، او حتى بتعمل افريج على ميثود واحده بس او على اليمنت واحد بس، فممكن ما فيش اصلا افريج هيطلع لك، تمام كده؟ او حتى مثلا بتعمل فايند فيرست او فايند اني، بتسيرش على فاليو معينه، ممكن الفاليو دي اصلا ما تكونش موجوده، تمام؟ فانت حتى لو بتسيرش على element او بتسيرش على integer value جوه integer stream، ممكن انت بتسيرش على element دي اصلا ما تلاقيهاش. فما ينفعش انك تقول على طول دوت مثلا find first او find any او دوت filter او اي حاجه وخلاص، وهو ده الريزلت بتاعتك اللي ترجع. مش هيرجع كده، بيرجع لك حاجه ثانيه اسمها optional class. الاوبشنال كلاس ده دي قصه يعني مختلفه شويه، ممكن تسيرش عنها برضو، لكن بمختصر المفيد خالص، هو بيكون كلاس جواه شويه methods بتسبورت انك تمنيبيليت الاوبجكت سبيس بحيث ان هو ما يحصلش اي اكسبشن موجود، يعني بحيث ان لو الفاليو رجعت ما رجعتش، انت عندك تشيكنج ميكانيزم بتعرف تتشيك على حاجه زي كده. فتعال بص كده المينيمم فاليو هنا عندنا بترجع حاجه اسمها الاوبشنال انت. هنروح على الاوبشنال انت كلاس. الاوبشنال انت كلاس هو ما فيش فيه حاجه خالص مختلفه، تمام؟ بس عندنا شويه حاجات شويه يعني. اللي هي اول حاجه اللي هو ايه؟ جيت از انت. جيت از انت اللي احنا بنادينا فوق، بص بيقول لك هنا ايه؟ اف نوت از بريزنت، يعني لو الفاليو ديت مش موجوده هي throw new no such element exception، يعني no value present، ما هو ما لقاش minimum value ولا ما لقاش average ولا ما لقاش الكلام ده كله. if is present دي موجوده، دي boolean value، boolean value بتتملى جوه الاوبشنال object once ان هو لقى الاوبجكت، once ان هو لقى الاوبجكت بيقول لك والله is present بترو، فبقى دلوقتي كده بترو بالنسبه لي، تمام كده؟ تعالى نرجع تاني للفانكشن اللي هي الجزء، وطبعا في طبعا حاجه بترجع اللي هو is present، انا بس عايز اللي هي as int get as int، تمام كده؟ وبعد كده لو ما لقاش الاكسبشن هنا بيرتن على طول الفاليو بتاعتي،
اوكي دي نفس الفكره. طبعا فانكشن از بريزنت بتشوف اذا كان هو الفاليو دي موجوده از بريزنت ولا لا. يعني انا ممكن اعمل هنا ايه؟ يعني انا ممكن والله اقول انت ستريم دوت مينيمم بالشكل ده هنا كده دوت از بريزنت از بريزنت، هترن لي ايه؟ هترن لي على طول لو انا مثلا assign to a new variable هترسلنا على طول boolean boolean present. تمام، ممكن بقول هنا كده والله f present f present مثلا هنا كده present اطبع لي مثلا اي حاجة هتقولي مثلا وليكن بعد كده قول لي مثلا int stream مثلا dot off dot minimum dot get as int مثلا. دوت مثلا get get as end. تمام كده هتقول لي الكود ده ملوش لازمه. ليه ملوش لازمه؟ لان internally اصلا في get as end هو بينفذ نفس الاكسبشن ده، يعني هو بينفذ نفس التستنج ده. تمام كده، فهي دي الفكره اللي هي بالنسبه لي get as end بتنفذ نفس الموضوع ده. تمام كده. طيب عندي فانكشن ثانيه مهمه جدا برضه لازم تكون انت فاهمها وعارفها، حاجه اسمها or else. or else ايه؟ or else اللي هو لو ما لقيتش الموضوع. تمام كده، بص الحته الجايه دي ظريفه جدا. or else or else int other كانك بتدي له return value بيقول لك والله لو is present، لو value is present ternary operator اللي هو ال if statement اللي هي ternary if statement return ال value اللي هي ال value الرئيسيه اللي موجوده جوه ال object or else return ايه؟ return ال other value. ازاي بالظبط؟ هنا كده، يعني هنا مثلا كده لو ما لقاش المينيموم ممكن مثلا امسح الكود ده كده مش عايزه، وامسح ده برضه كده مش عايزه، وبدل ما اقول له هنا get as int اقول له والله or else or else اقول له مثلا رجع لي زيرو مثلا او حاجه، خليها زيرو مفيش مشكله. فده معناه ايه؟ معناه ان هو هيدخل طبعا هو هيلاقي مينيمم فاليو، فهو هيرتيرن على طول المينيمم فاليو، وبدل ما بدل ما يرتيرن زيرو هيرتيرن على طول المينيمم فاليو. فدي بالنسبه لك الاوبشن كلاس من الحاجات المهمه جدا لازم تكون انت ايه فاهمها في الكود. تاني حاجة الماكسيمم بترن الماكسيمم، تاني حاجة الفاليو بترن السم. السم هنا بترن ايه؟ بترن السم بتاعهم على طول مش محتاجة حاجة، يعني هنا السم اليمنتس بتاعتك بترن على طول السم مفيش فيها مشكلة، يعني بترن الامبلمنتيشن بتاعها على طول مفيهوش أي مشكلة خالص يعني. ده في ال returning السم امبلمنتيشن أو بترن السم فاليوز للأريز بتاعتي أو للكولكشن بتاعتي. تاني حاجة اسمها الافريج برضه جيت از دبل، نفس الفكرة برضه جيت از دبل موجودة جوه الاوبشنال دبل كلاس. جيت از دبل برضه اف بريزنت نيو سيرش اليمنت اكسبشن، نفس الفكرة. عندي بعد كده هنا مثلا الريديوس فانكشن زي ما اتفقنا هنا هتجيب السم فاليوز من الزيرو الاكس والواي وريتيرن الاكس بلس الواي. تعالى بص كده على الريديوس فانكشن بتعمل ايه؟ بتاخد حاجة اسمها الايدنتيتي بتاعتي زي ما اتفقنا الايدنتيتي في الفيديو اللي فات، تاخد حاجة اسمها انت باينري اوبريتور. الانت باينري اوبريتور هو بالظبط انترفيس جواه برضه ابستراكت ميثود، دول كلهم فانكشن انترفيس. تعالوا نروح لهم هنا كده، ده هو فانكشن انترفيس. حاجه اسمها ابلاي از انت، عندنا انت ليفت وانت رايت نفس الفكره بالظبط، هي فانكشن انترفيس وبتترن ايه؟ بتترن انت جبل. عشان كده برضه عشان كده برضه الريديوس فانكشن هنا لا كتبت انا هنا انت ولا كتبت انت ولا عملت هنا ريتيرن انت، لان هو باي ديفولت باي ديفولت بيكون على طول ايه؟ الـ apply as int function. نفس الفكره بيقول لك ايه؟ applies this operator to the given ايه؟ to the given operands. نفس الفكره بالظبط. الـ function الـ first operand والـ second operand، الـ operand زي ما اتفقنا ان هو الـ يعني الـ value اليمين والـ value الشمال، left to right operands بالنسبه لنا. فهي نفس الفكره اللي هي apply as int values. الحاجه الثانيه برضو reduce function نفس الفكره، بس انا هريتيرن السكوير بتاعها. في حاجه اسمها reduce identity ببعت لها الايدنتي 1 عشان انا المفروض هضرب، فلازم يكون في 1 ما ينفعش يبقى 0. هنا بقى الفلتر ميثود. الفلتر ميثود بتاخد حاجه اسمها predicate زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات برضو. الفلت بتطرد بترن انت ستريم، لان اي ستريم بيرسون بيرجع ستريم ثاني بياخد حاجه اسمها الانت predicate. الانت predicate بص كده الفكره اللي فيه، بيقول لك تيست اللي بترن بوليان تيست، فاعمل كده وبتاخد امتى فاليو بس مش اكتر ولا اقل، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص. نفس الفكره الانت فاليو هنا في الفلتر بقول له والله الفاليو فاليو اكبر من الاثنين واللي بيكوال ايكوال زيرو. فانا عايز اكرر معاك كده حاجه ونشوفها سوا مع بعض. لو انا عملت ده هنا كده، عملت مثلا اكس
لازم يعمل غلط. ليه لازم هيعمل غلط؟ انا هنا بعت له 2 parameters، لكن هنا هو بيتارجت تايب انهي انترفيس؟ بيتارجت تايب البريديكت انترفيس. معلش انا عايز ارجع بس تاني للبريديكت انترفيس، خلينا نرجع للفلتر هنا تاني كده. ده البريديكت انترفيس، والبريديكت انترفيس مستني ايه؟ مستني جاست 1 parameter للايه؟ للفانكشن. فما ينفعش ان انا ابعت له ايه؟ 2 parameter list. وصلت الفكره؟ الموضوع ظريف جدا وجميل جدا، هتفهمه بالراحه يعني بعد كده. وطبعا هنا sorted function، sorted برضه بتريترن empty stream، نفس الفكره تمام كده. وبرضه هنا for each اللي هي بتابلاي الكونسيومر اند، اللي هي بتابلاي كل function هنا على كل element جواها، وبعد كده set dot dot print line. نفس الفكره هنا برضه، بس طبعا كنت مختلف شويه. الماب بقى، الماب دي جزء مهم جدا. الماب بتريترن empty stream، بتريترن end unary operator، turn end every operator apply as end، بتاخد الاوبراند بتاعي ان هي المفروض بتماب كل فاليو لفاليو ثانيه، فهي بتاخد جاست 1 بارامتر واحد بس، الفاليو من الفاليو بتاعتك ل بتضربها في 10 برضه سورتد ديفور فور ايتش. واخر حاجه خالص اللي هي الرينج والرينج كلوزد والكلام ده كله. فالموضوع ظريف جدا. تعالى نرن الكود بتاعنا هنا كده ونشوف هيشتغل وهيدينا ايه بالظبط. اول حاجه خالص الكاونت بتاعي 10 ارقام، المينيمم 1، الماكسيمم 10، السام 55، الافريج 5.5، والله السام باي ريديوس فانكشن نفس الفكره 55، السام اوف سكويرز 385، والبرودكت باي ريديوس ميثود جبت البرودكت بتاعهم ب 362000 او 3 مليون 600 مش عارف ايه رقم كده عادي. بعد كده الايفن فاليوز ديسبلاي سورت اوردر اللي هي 2 4 6 8 10، والاود فاليوز بس مالتبلايد باي 10 نفس الفكره 10 30 50 90 اللي هي المفروض الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة، والسم اوف انجرز فروم 1 تو 9 والسم اوف انجرز فروم 1 تو 10. لو خدت بالك كل الكود اللي مكتوب بالكود عندنا هنا ما خدش كام لاين في كود، وفي نفس الوقت انا ماليش علاقه هو عمل تحت فور لوب ازاي، ماليش علاقه هو اشتغل امبلمنتيشن ازاي، حتى انا لما دخلت جوه الانترفيسز ما فيش اي امبلمنتيشن للكود شغال جوه ازاي. تمام كده، هو بيتعامل مع نفسه، بيعيش مع نفسه جوه وبيتعامل. يبقى دي فكره الانترنال اوبريشنز او الانترنال iteration مش external iteration، وطبعا اقل في ال errors و performance اعلى والكلام ده كله. arrays and streams نفس الفكره هنا، بس هنا على طول بقى عمل arrays dot stream، دخل في ال implementation على طول نفس ال function، مفيش مشكله خالص. ال arrays ال function ال stream اللي فيها ال function ال return stream، طبعا بتreturn stream بتاخد array 0 array dot links دي لو انت عايز تديلها مثلا parameters او حاجه. طبعا ال arrays بتاخده عالي جدا، هو طبعا array of generic value، هنتكلم عن generics في chapter 21 array of generics، وهنا بتاخد array بتreturn ال stream. ال stream بتاعي بي extend ال base stream برضو، تمام كده زي ما اتفقنا كان ال int stream بي extend ال base stream برضو. فاحنا عندنا ال base class عندنا هو البيز ستريم، وده انترفيس اسمه ستريم، ده بقى بيشتغل على كل الجينيريك ستريمز، يعني هو تبعت بقى امتي فاليو، تبعت دبل فاليو، تبعت مش عارف اوبجكت عادي، هيبقى ستريم فيه كل اللي انت عايزه بالظبط. وهنا البيز ستريم برضه بيكستند من البيز ستريم، وبرضه بيكستند من الاوتو كلوزابل انترفيس. تمام كده؟ برضه ليف ستريم فاليوز سورتد، بس هنا زودنا حاجه معانا، حاجه اسمها كولكت. الكولكت ميثود موجوده جوه الستريم برضه، تعالى بص كده على الكولكت ميثود، موجوده جوه الستريم كلاس. الكولكت ميثود بتاخد انترفيس اسمه كولكتور، تمام كده. والكولكتور انترفيس جواه شويه ستاتيك ميثود كده ظريفه جدا. يعني الكولكتور انترفيس عندنا شويه ميثودز جواه برضو، عايز اوصلك للميثود اللي احنا عايزينها. انا عارف ان الموضوع ده ممكن يكون جاست مور ادفانسد بالنسبه لك شويه، لكن برضو هو يعني ظريف جدا جدا جدا. الكولكتور انترفيس، الكولكت كولكتور انترفيس، هو الموضوع هتشوفه دلوقتي، بس هي الفكره يعني هنا مثلا كده الكولكتورز دوت تو ليست، احنا كان نروح للكولكتورز ده الكلاس اللي هو اسمه كولكتورز، عندي المفروض بقى الفانكشنز اللي فيه اللي هي تو ليست وتو سيت. بس عايز اوصل لك الميثود اللي فيها مثلا دي تو ليست، تمام كده بتريتيرن المفروض تو ليست، بس هي شويه حاجات لحد ما كومبليكيتد شويه، مش عايز ادخلها كده دي كلها هنشرحها في شابتر الجينيركس، لكن هي في الاخر بتحول بتحول الستريم بتاعك لايه؟ بالظبط كده، بتحول الستريم بتاعك لليست. خدت بالك هنا حتى هو بيعرف بس بالريفرنس فانكشن اللي برضه شرحناها في الفيديو اللي فات بنيو اري ليست اوبجكت، ومش عارف هنا بيقول والله ليفت ورايت ده لامدا اكسبريشن
left dot add all right و return the left، يعني بي return ال list اللي عندك، بي return كل stream عندك، بيحط ال left operand و right operand بيحطهم في list واحدة، بي return the left operand وخلاص. وتو set هنا برضه بيعرف set جديدة وهكذا. تمام كده؟ طبعا هنا هو اللي فيه left و right لان هو بياخد اول element في الستريم وتاني element في الستريم، بعد كده الاثنين بيحطهم في list، وبعد كده يعمل الخطوة اللي بعد كده، بقى عندك two elements في list وعندك الحاجة التانية او الاوبرند التاني element التاني، بتقعد بقى تحطهم هكذا لحد ما توصل للليست الاخيرة. فكلمة collector هنا، collector هنا طبع لي او رجع لي كل الستريم بروسيسنج اللي حصل هنا، حطها لي جوه list، وطبعا لانها جوه system under printf حطهم لي او طبعهم لي على طول. يعني هنا ال value رجعتها في value، رجعتها قلت والله list of injures، هنا بس عمل فلتر، وهنا برضو عمل ال collect، وهنا برضو طبعهم عادي خالص، وهنا sorted، بس ده ال greater than اللي هي ال value اللي هنا، وبعد كده عمل لها sorted يعني اللي هي function dot stream، يعني greater than list اللي هي اللي هنا list هنا، عمل method. يعني هنا لو اخدت بالك ان ال list برضو، عشان تبقى برضو واخد بالك ان في هنا جواها function اسمها stream، خلينا نسيرش عليها هنا كده stream موجودة في ال interface بتاع ال list. List collection is empty contains iterator to array add remove contains all add all. طبعا دي كل الميثودز اللي هي المفروض common في ال collection interface. ال clear equals ال hash code السبلتر، الستريم اهو، الستريم فانكشن او الستريم فانكشن الموجوده جوه الكوليكتور او جوه الكوليكشن انترفيس، المفروض هو بيكستند منه كل الانترفيس الثانيه اللي هي زي الليست والسيتس والكلام ده كله، بتجرن ايه؟ بتجرن ستريم، نفس الفكره برضو. تمام؟ فهنا هو عمل على طول الليست اللي انت مرجعها هنا اللي هي جريتر ذان 4، عمل لها دوت ستريم دوت سورت دوت كوليكت دوت تو ليست، وطبعا عمل ران الفايل بالنسبه لك. الموضوع سهل جدا جدا، original values. شفت الموضوع بقى بسيط جدا، انك بتعمل كل حاجه just in two lines of code، اللي هو بتعمل فلتر وبتعمل operations بتعمل processing عليها والحاجات دي كلها، سطرين كود بس مش اكتر. تمام؟ ده مثلا ال two examples اللي موجودين في الكتاب هنا، array وال streams. عندنا هنا array في string، array في string نفس الفكره بالظبط، بس عمل هنا function عندنا string dot to upper case. هل ممكن اعمل ده بشكل مختلف؟ ممكن اقول والله هنا كده الماب، احنا قلنا الماب بالتارجت انترفيس بياخد just one method، فممكن نقول هنا كده just one parameter value مثلا dot هنا كده، بعد كده هنا value dot to upper case هتبقى نفس الفكره، ما فيهاش مشكله خالص. تمام كده؟ او اختصارا للكلام ده ممكن نكتبها زي ما كانت مكتوبه من شويه اللي هي بالريفرنس ميثود. يعني هو هنا حتى هيقول لك والله use explicit parameter types use anonymous inner class، مش موجودة في ال use member reference اللي هي ال string dot to upper case، او طبعا ممكن تستخدم اي function تانية مش هتفرق حاجة خالص، يعني dot to upper case مثلا to lower case مش هتفرق بالنسبة لك، المهم انت بتنزل function وخلاص to lower case مثلا او حاجة. تمام كده؟ فهي الفكرة انك خلاص يعني بتقول الستريننج ريفرنس فانكشن بتاعك، فهو باي ديفولت بيعمل ايه؟ هو بيماب على طول الفاليوز اللي هنا، وبعد كده بيوديها لليست جديده يعني. هنا برضه نفس الموضوع سورتد، بس هنا كيس انسنسيتيف اوردر، طبعا دي موجوده او ده فاينل فاليبل او فاينل ستيك فاليو موجود جوه الستريننج كلاس، وكمل عادي جدا ما فيش فيه اي مشكله خالص. طيب انك عشان تعرف تعمل حاجه زي كده، عشان تعرف تتعامل اكتر مع الستريمز، المفروض دايما تسيرش، المفروض دايما to solve issues using streams او to resolve the issues اللي كانت موجوده في الشابتر 7 وشابتر 16 اللي هو الكوليكشنز اللي بعدها without using streams، تعمل لها using او تعمل لها re-implementation using streams. تمام؟ تعال بقى الاكزامبل بتاعنا، انا عايز بصراحه ابص عليه، اللي هو اكزامبل employee. employee class، employee class عادي جدا، عندك في first name last name وsalary وdepartment، عندك constructors، عندك setter وgetter methods، وعندك two string methods، ما عندناش اي حاجه خالص يعني خارجه عن المألوف، بس عندنا فانكشن اسمها جيت نيم، جاست ان هي بتكونكاتينيت الفيرست نيم واللاست نيم عشان تجيب لك النيم على طول، يعني الفول نيم على طول. وعندنا هنا اري اوف ايه؟ اري اوف اوبجكتس، لكن كل اوبجكت فيه معمول لهم معمول له انيشاليز، نيو ابلوي نيو مش عارف ايه والكلام ده كله. عندنا بقى ميثود اسمها اريز دوت از ليست، خدناها في شابتر 16،
اللي هي بتاخد arrays الarrays او الarrays utility class و dot method اللي هي الناس بعتلها الarray of employees عملت return لي list of employees. اول حاجة list dot stream حولت على طول list stream to process these elements او to process these objects dot from each. بعد كده قلت له system dot out dot print line. system dot out هتقول لي بس الاول على طول كنت بقول والله سيستم دوت البرنت لاين على طول. هقول لك ان البرنت لاين هي ميثود موجوده جوه الاوت لان هو هنا اوبجكت اوت ستريم هتلاقي الموضوع متربط منها بين بعضه. بقى روح كده على الاوت ده هتلاقي ان ده من نوع برنت ستريم تمام. فده اوبجكت جوه الكلاس سيستم فلازم سيستم دوت اوت دوت دوت بقى او دوت 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 اللي هي فور دوت البرنت لاين على طول عشان ينادي على الميثود برنت لاين لكل الاليمنتس اللي هنا. عندنا هنا البريديكت ده البريديكت انترفيس. البريديكت انترفيس عندنا هنا نفس الفكره برضه بيتست بس هنا بدل ما كانت امت زي بالظبط الثانيه بتاع الامت بريديكت كان امت جال فاليو فقط كده بقت تي بقت حاجه مور جينيريك بحيث ان اي فاليو تتبعت تتبعت بالشكل ده اي فاليو تتبعت تشتغل يعني ممكن مثلا يتبعت دبل لونج امت اوبجكت ثاني ايا كان المهم ان يبقى فيه دايما البتست كونديشن او بتست اوبجكت على كونديشن معين تمام كده. وهنتكلم عن جينيريكس ان شاء الله بالتفصيل المملي يعني. فهنا هو عرف بريديكت عادي اوف امبلوي تمام اوف امبلوي ده الجينيريك فاليو بتاعته حاجه اسمها 4 تو 6000 ده الكونديشن بتاعي مفيش فيه اي مشكله خالص والله السالري اقل من 6000 والسالري اكبر من 4000 طبعا هنا الاي اوبجكت والله. ودخل الفلتر ده على البريديكت ده على الفلتر الفلتر طبعا مستنيه ايه مستنيه طبعا بريديكت مستنيه بريديكت اوكي وطبعا sorted وطبعا for each نفس الفكرة هنا. لو اخدت بالك هنا بقى dot find the first find the first معناها ايه لو اخدت بالك find the first معناها انا هسيرش واول object هيجي هريترنه على طول اول object هلاقيه جوه search criteria هريترنه. طيب باختصار شديد كده ممكن find first return ايه بالظبط كده بتريترن optional بتريترن optional class تمام كده زي بالظبط ما قلنا في اول الفيديو من شويه عشان اعرف اجيب منه الاوبجكت. طب الجيت فاليو اللي هنا نفس الفكره برضو if value be equal equal null زي بالظبط لو فاكر ال is present return no such element exception او return ال value على طول يعني اللي هي الجيت ميثود اوكي. طيب ده الفايند فيرست ودي الجيت ميثود بتاعتنا. هنا عندنا حاجه ثانيه حاجه اسمها الفانكشن employee وstring وعندنا by first name employee والله dot get first name وعندنا by last name employee dot get last name. طيب الفانكشن هنا تعالى ده فانكشن انترفيس برضو عندنا بتاخد مثل اسمها apply برضو دي شغل generics هنتكلم عنها بعدين هي بتreturn element او بتreturn generic value و بتaccept ال t element بتreturn string اللي احنا عاملينه من هنا من شويه بالشكل ده بقى كده بالترن سترينج وبتاكسبت اوبجكت عادي اللي هو التي بالنسبه لنا اللي هنا بتاكسبت اللي هو الاوبجكت نفسه تمام كده. فهي المفروض الفانكشن هنا هتستخدم في ده الكومباريتور انترفيس انا بس عايز ادخلها هو لاست ذن فيرست نيم ذن كومبيرنج باي فيرست نيم. تعال نبص كده على البتاع استخدمناها هنا ازاي اللي هو هنا امبلوي وسترينج عملنا حاجه اسمها comparator interface الكومباريتور انترفيس اوف امبلوي والله بيقول لك لاست ذن فيرست نيم يعني كومبير الاول لاست نيم ذن كومبير باي الفيرست نيم وقال لك والله الكومباريتور دوت كومبيرنج باي لاست نيم اول حاجه باي لاست نيم هتبعت له هي جيت لاست نيم امبلوي جيت لاست نيم او ممكن تقول فاليو دوت جيت دوت نيم لاست نيم نفس بالظبط اللي كنا بنعمل في الشكل ده هنا تقول مثلا والله value او e dot get last name او حاجه مش تفرق معاك في حاجه بس احنا هنا استخدمنا على طول get reference function بالنسبه لنا كده او اللي هي اسمها reference method او method reference dot then comparing then comparing ثم اعمل comparing عادي function موجوده جوه البتاع نفسه then comparing اللي هي الفانكشن دي نفسها ما فيهاش حاجه خالص بترتيرن then comparing اللي هو comparing ال key extractor اللي هو المفروض الحاجه اللي حصل لها comparing قبلها by first name يبقى اول حاجه by last name then comparing by first name ده المفروض object من الكومباريتور من الكومباريتور انترفيس. وبعد كده بعت ده لمين بعت ده للsorted method. السورتد ميثود اصلا by default بتنتظر ايه بتنتظر كومباريتور طبعا ما بتنزلش حاجه احيانا يعني هي overloaded method تمام كده.
بعت لها على طول then by first name. وهنا برضو نفس الفكره then last name او last last name first name dot reversed order عشان return او عشان assort using reversed order. يبقى اول حاجه خالص ال complete employee list دي ال complete employee list عادي. بعد كده ال employee earnings اللي هي من 4000 ل 6000 per month sorted by salary تمام كده بالشكل ده هنا كده. بعد كده ال first employee who earns مش عارف ايه اللي هو ده اول employee بياخد من 4000 ل 5000. بعد كده employees in ascending order by last name then first name اللي هو بالشكل ده كده by last name then first name اللي هو الترتيب بتاعه. بعد كده هنا then first name بس reversed order. بعد كده unique employee last names من غير ما ابص على الكود هنا ده اكيد طبعا بيستخدم الفانكشن distinct. اوكي لو جينا بصينا على الاخير هنا كده اخر حاجه بتعمل unique employee by last name. هي دي ممكن تكون الى حد ما صعبه شويه employees by department عايز employees by last name زي ما كانت موجوده في الاوت بتاعنا هنا على ده لسه unique employee last name unique employee last name employees by department unique employee last names هنا كده F مثلا find unique employee by last name stream عملت map من الامبلوي لي just get last name فعمل return list of string عادية جدا. وبعد كده قلت له distinct رجع لي distinct value ال unique value كده عملت له قلت له sorted sort لي الحاجات دي وبعد كده for each system out dot print line. اوكي طيب اعتقد كده اتكلمنا شويه على الاوبجكتس بالنسبه لنا هنا. بعد كده ده random streams اللي هو بريتيرن just random values او frequency بتاعتهم يعني من 6 مليون رقم بيقول لي والله الواحد الفريكونسي بتاعه اتكرر مش عارف مليون مره ولا مش عارف ايه الاثنين الفريكونسي بتاعه اتكرر مش عارف كذا الخمسه الفريكونسي بتاعه اتكرر مش عارف بتاع اكتر من ارقام. طبعا لو رنت الفعل اكتر من مره الارقام دي كلها طبعا هتعمل لها تشينج لان انت بتعمل راندوم فاليوز. اوكي طيب دي النقط اللي كنت عايز اتكلم عنها في الشابتر ده. طبعا التفاصيل بقى لا تنتهي في الستريمز تعرف انك تدوس في كل حاجه انت عايزها. احنا اتكلمنا في الموضوع شويه وشرحنا دلوقتي لحد ما ازاي تتعامل مع الستريمز وازاي تتعامل مع الاوبجكت ستريمز والفلترنج ميثودز والكلام ده كله. بعد كده بقى انت لازم تسيرش ولازم انت يعني تبحث اكتر وطبعا تقرا الشابتر في الكتاب كويس عشان تفهم الكونسبت اكتر وتتعامل مع الموضوع ده. شكرا جدا يا شباب وان شاء الله اشوفكم في الشابتر الجاي هو اي ثينك شابتر الريكيرجن بروجرامنج او الريكيرجن بشكل عام يعني ريكيرجن هنطبق شويه اكزامبلز عليها وهيبقى شابتر ان شاء الله يعني خفيف كده وهيبقى مفهوم باذن الله. شكرا جدا يا شباب والسلام عليكم.